ما اسمه الوادي المقدس. سيدنا موسى عليه السلام شاف نار ولما أتاها لقاها شبه سبب دير شجرة. يعني إحنا أصلاً جينا ومات الدير. دير سانت كاترين سبب وجود قبيلة الجبلية هنا، وسبب بقاء دير سانت كاترين وعامل هم الجبلية. قبيلة الجبلية بدايتها أرسل حاكم 100 عيلة من 1500 سنة من رومانيا وحراس الدير سانت كاترين. بعد فترة في عيلات تعايش مع الرومانيين اللي كانوا جايين وبنوا قبيلة اسمها قبيلة الجبلية. تدلوا كنائس في كل وادي في مدينة سانت كاترين، ولي جناين في معظم الوديان. الشغل بالأساس بتاع القبيلة كانوا لحراسة الدير، والشغل في جناين الدير، والبدو هم اللي ماسكين جناين الدير إلى يومنا هذا. يعني لما البدو عملوا جناين كان بيخش شريك معهم بيساعدهم. هو الجناين، احنا الوديان اللي احنا عايشين فيها الجناين هي حياتنا روحنا. ملا امي ولدتني تحت الجبل عندها انا وابويا، علموني هم في الجناين وعلموني في كل حاجة. ما لهم الناس كبروا وراحوا لحالهم، أنا قعدت في الجبل بعيالي وهم صغيرين وربيت عيالي، وعيالي جبتوهم في الجبل ده كمان في الجبل. شغل الجبلية أغلبه سياحة حاليا. الطرق بدأ لها مدقات معينة يعني معروفة منحورة، اكتسبنا إن احنا عارفين الطرق دي كلها من العيشة بالجبل ومن الناس اللي قبل منا زمان. احنا من اساسنا بتوع طرق وبتوع جبل. بلادنا بلاد زوار، يا زاير مع راهب يا راهب زاير. ومن هنا جيت ازاي انت تشتغل بني. العيشة في الجبال بتعلمك حاجات. احنا زمان في الشتاء لنا سكنة وفي الصيف لنا مكان ثاني بنسكن فيه، لازم تكون قريب للمية. كل شتاء كمية المطر اللي بتنزل هم عارفينها نزلت فيها بالضبط، بالتالي هم بيختاروا الاماكن اللي فيها مية في الربيع عشان يربعوا فيها بالحلال ويجمعوا منها كمية عشب عشان يقدروا يكملوا في الشتاء بالصيف الجاي. في اماكن ميه يقول لك ميه تعد يعني، وميه ما بتخلص نهائي. تلاقي الناس دائما ساكنين عند الميه العد يعني. هم اكتسبوا خبره الاعشاب مع الوقت يعني، وعرفوا ان العشب دي للمغص بدي مثلا للصداع، والعشب دي للعين. كل عشبه عرفوها ليش؟ مع التجربه الكثيره. وانتقلت الخبرات لي. كان جدي حكيم اصلا طبيب اعشاب، وما كانش في دكاتره في جنوب سيناء هنا عندنا هنا خالص ولا دكتور. اذا مشيت للمدن الصيدليه ينبت يمين وشمال، تمشي في الجبل صيدليه في الجبل. بالنسبه للي ساكن في الجبل للرحلات اللي بتروح الجبال الصيدليه بتاعتهم دي الاعشاب كلها فين. ويقول علم البادية له مساريب والجن كل اللي على الكبتزاحة. قال ندخل على الله كل ما شمشه هتغيب وكل ما يشقشق علينا صباحة. عن نفاط الجيب هاي بين الحق إن رضيته ما يقول الصراحة.